وفي صباح هذا اليوم، اللهم أياما جميلة وأخبارا مفرحة وقلب مرتاح وراحة بال، اللهم نفعا في الأرض وقبولا في السماء ومحبة منك. أسعد الله صباحكم بكل خير. اللهم أعطنا خير ما تعطي السائلين، واجمع لنا صلاح الدنيا والدين، واغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا. اللهم أذهب عنا الحزن، وأزل عنا الهم، واطرد من نفوسنا القلق، واجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وأبدل حزننا فرحا، وعسرنا يسرا، واجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة. اللهم طيب خاطر كل موجوع، وريح بال كل مهموم، وطمئن قلب كل حزين. اللهم بلغنا ما نود، واجعل لنا دعوة لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا إلى الجنة لا يسد. اللهم أفرح قلوبنا بما يسرنا، واغسل أحزاننا وهمومنا، واغفر ذنوبنا وخطايانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في يومنا هذا، واجعله شاهدا لنا لا علينا. رب متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إني أسألك في هذا اليوم فرجا لكل مهموم، وشفاء لكل مريض، ورحمة لكل ميت، ومغفرة لكل ذنب، وهداية لكل عبد، ورزقا لكل محتاج، واستجابة لكل دعاء. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آمين يا رب العالمين. أسعد الله صباحكم بكل خير.